مرحبا بكم في عالم أمين، وسامحوني وخرت وعملت روتر لأسباب خارجة عن نطاقي. اليوم باش نشرحوا طريقة جديدة للربح من الإنترنت، واللي هي الإعلانات، مشاهدة الإعلانات والربح من الإنترنت من الدولار للروبل للبيتكوين. قصينا على السلسلة متاع انك تعمل سيت وتربح منه، عملنا الحلقة كيفاش تعمل سيت ويب، حلقة كيفاش تكتب مقال. ان شاء الله نحط لكم كل شيء في الديسكريبسيون. ان شاء الله باش نكملوا فيها السلسلة هكية ونعرفوا كيفاش نربحوا من موقع امتاعنا. مي اليوم باش نشرحوا الطريقة كيفاش نربحوا دولارات ونربحوا فلوس من الاعلانات. باش نعطيكم 3-4 سيتات انا نخدم منهم وفيهم ولمت بريسك 20 دولار. نمشيو للشرح. هذا بنك اسمه بنك الباير، بنك روسي، عندي فيه كما تشوفوا 6.39 دولار. ما هذا معناتك دليل على اني عندي فلوس. عندي 360 روبل اللي هي العملة الروسية، لمتها من واقع روسيين وقعدت نخدم ونشوف الإعلانات ولمت الفلوس هذه. 360 روبل بمعدل معناتها بقيمته 5.5 دولار، ولمت زاد شوية دولارات من مواقع إعلانية أخرى إن شاء الله باش نشرحوها تويكا. كما تشوفوا 0.74 دولار. وزاد عندي نسبة من البيتكوين. اللي ما يعرفش البيتكوين هي عملة إلكترونية، حاجة متطورة وحاجة باش توصل للبعيد برشا في المستقبل. عندي منها نسبة زادة معينة. كل شيء باش نشرحوه تاوي كان. نبداو بالسيت متاع باش نعملكم لمحة على المواقع. عندنا هذا موقع سيرف بي. موقع سيرف بي تشوف إعلانات تربح دولارات. هذا هو الموقع. تنزيدو نشرحه أكثر. ملمد منه بريسك 1 دولار. توا عندي 0.16 دولار. صحيح مع الربح قليل ما موجود. الفيديو هذا بالنسبة للمبتدئين، أنا زادة مع نجم نقول مبتدئ توا بديت في المجال هذا. ثم برشا عباد بدأت وتقول ما ثماش ربح من الانترنت. هذا دليل انه هو ثم ربح من الانترنت، ما صحيح ربح قليل ما موجود. كمان تجم تلمد نسبة معينة مونتون صغير وتبدأ فيه من الانترنت. حصيلو هذا السيت سيرف بي تو نشرحوه بعد. عندنا سيت اسمه ادكور. هذا سيت نجمو نلمدو منه عملة الروبل الروسي. ثم برشا مواقع روسيين تجم تلمد منهم. وباش نحط لكم ان شاء الله معناتها مقالة فيها الشرح الكل وفيها السيتات هذه. ونوصلوا للبيتكوين. ثم برشا زادة مواقع تجم تلمد منهم البيتكوين. والبيتكوين اليوم هو سومو 10232 دولار. طب تخيل 10000 دولار اضرب في 3 بحكم انا تونسي ومعناتها بالنسبة للأخوة العرب شوفوا شنو الفارق. بالنسبة احنا نضربوا فوتروا معناتها تخيل العملة البيتكوين هذه تسوى 30 مليون. 30 مليون تجم تحلك برشا مشاكل وبرشا صعوبات في الدنيا. فايدة هذا البيتكوين. عنا برشا مواقع نجمو نلمدو البيتكوين. وثم برشا عملات إلكترونية كما الإثريوم والبيتكوين كاش والليتكوين. برشا عملات، كل عملة عندها قيمة. أنا بنصحكم بالنسبة ليلي مع تقعد نخدم في السيتات هذوما الإعلانية ولمت من قيمته 0.01. تقولوا شوية شوية تو نشوفوا مع بعضنا قداش يجيو 0.001 0.001 فوا قداش احنا قلنا نبرا نقولوا 10000 دولار. 10000 دولار يجي 10 دولارات نضربوها في 3 30 دولار.
كما قلنا 30,000 هذوما اللي عندي، معناتها لمت البيتكوين قيمته 30,000، مونتون صغير صحيح، ما نجم نبدا به من الانترنت، وبرشا حوايج واستثمارات تنجم تستثمر فيهم في الانترنت. لذا اي واحد عنده معناتها يحب عنده سؤال كذا، دونك خلي لكم الباج فيسبوك نتاعي تنجموا تطرحوا عليه اسئله. الفايده باش نوريكم معناتها كدليل، عندي في الفوست هاب هذا تنجم تقول محفظه ولا والد تخلي فيها العملات الالكترونيه اللي لمتها انت من المواقع ولا من التريد اللي عملته انت. الفايده عندي ما قيمته عندي 0.306 من بيتكوين ساتوشي نجم نقولو. نستناو شويه كونيكسيون زينه. هذا 0.306 شفتوهم، وعندي عملات اخرين غير وعندي عملات اخرين وقعت نلمد وسافا ماشي الحال. هذه شفتوا قيمته اللي عندي العملات الكل هذو 6.7 من الدولارات، وعندي من موقع اخر اللي هذا اد بي تي سي، موقع ممتاز برشا ننصحكم تخدموا فيه. استنوا شويه عندي هوني 29,000 مع 64,000 سي وصلت ل 100,000. 100,000 معناتها 10 دولارات تضربها في 3 30 دينار. حاسيلو ثم موقع زاد اخر فري بيتكوين عندي توا 11,000 ساتوشي، وجبت منه هذايا الفري بيتكوين زاد موقع ممتاز.